طيب تحدي، اذكر لي اسم فنان او فنانة ترى انه اساء للفن العربي من مثلا جيلك او بعد جيلك. اسم يعني لازم نذكر اسم واضح من جيلنا نحن. الله يرحمه علي حميدة. الله يرحمه علي حميدة اساء للفن فعلا. اساء طبعا صريح. بس ليش ليش قبل ما نقفز حنقفز بس ليش ليش يعني كان غناء وطريقته على المسرح ما كنت أنا أحب الطريقة أبدا، مع أنه شخصيته كإنسان كنت أحبه من قلبي. يعني ما كنت تحب لولاكي؟ لولاكي هي أغنية عن مسرح فكرة، كانت من أجمل الأغاني لولاكي. لكن بعد لولاكي كان في أشياء ما كانت راضي عنها. شرط الحكمة أو نصيحة. مضمون الحكمة أقول إن الإنسان مهما ربنا أداله في أي مجال كان، يعني كان سواء لاعب كورة أو فنان في أي مجال كان، أو مطرب أو رسام أو رقص باليه أو ممثل، أقول له لو ربنا أكرمك يعني ونجحت ما تنساش نفسك، ما تتغرش، ما تنساش إن في جيل قبل منك كان عظماء جدا، وفي أجيال جايين بعد منك هيبقوا أجيال كويسة جدا. يعني الواحد ما ينساش نفسه ويعيش هو بس. أنانية الرؤية إلى ذاته، لازم الإنسان يقول فين اللي كانوا عظماء ولسه في ناس جاية. ما أنساش نفسي في خضم هذا النجاح اللي كنت ناجح، ما أنساش نفسي في الإبهار مع الناس وتواجدي في الحياة الفنية أو أي كان مجال يعني. فبقول الإنسان أوعى الغرور، الغرور وحش. يعني هاي الكلام كله أنت بتطبقه على حالك؟ طبعا أكيد. محمود تيتاني.